فقال له من يخاطب
البيت لا يمر بهم عيد إلا ويتجدد لهم كل مسلم. ونحن شيعكم، وقد قال الصادق سلام الله عليه رحم الله شيعتنا، شيعتنا منا ولكم من فاضل قيلتنا، يحزنون لحزننا ويفرحون بفرحنا، وإذا لا يمر بهم عيد إلا وتتجدد عندهم الأحزان والمصائب، فنحن إذا تبعا لهم لا يمر بنا عيد هنيئ. والواقع أن فرحة العيد ليس هي فرحة مادية، بمعنى أنه انطلقت من بعد السجن للمتع واللذات، كما هو ملعون من الفرحة التي تنتاب الناس. فرحته على أنه أطلق لنفسه العنان، يأكل ويشرب ويلذ ويطرب بعد أن كان محبوسا، بعد أن كان مسجون. هذه هي فرحته، وهي فرحة من ينظر الحياة بعين مادية، لا تنظر أو بتعبير آخر الذي يعيش كما تعيش الأنعام، فمه وبطنه وقلبه. فرحته يوم العيد بهذا المعنى. أما فرحة المؤمنين فهي عكس ذلك، لا يفرح بأنه أطلق له أن يشرب ماء، إنها ولا أن يأكل طعاما، وإنما فرحته تنبع من داخل قلبه لانقضاء شهر الصيام عنه، وقد وفق لصيامه وأدى ما يجب عليه. فرحته وشكرا لله أن أمد له بطول العمر حتى أدى فرض الصيام بصحة إيمان، فإن صحة الإيمان هي أكبر نعمة عليه. فما استفاد منهم في هذه الحياة بفائدة هي أكبر من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو يشكره ويحمده حيث من عليه بالإيمان الذي سيطر به على نفسه وأدخلها كما أمر ربه في سجن الصيام مرغمة، وثاب واستقام إلى أن انتهى فرض الصيام بتوفيق من الله وإمداد من عنده. فإذا جاء يوم العيد وهو يتحسس من نفسه أنه قد أدى ما وجب عليه، يشعر بأن هناك نشوة وفرحة الإيمان ولذة بانقضاء الفرض عنه وقد أداه كما يجب. وهذا هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره يعني يوم العيد، وفرحة يوم بعد يوم حشر. إذ الصائمون يحشر الناس وما كل واحد نادع لسانه على صدره، ويحشر الصائم ثدي الفرار معطشا. فيرى الناس يقاسون شدة العطش وألم العطش وهو لا يحس ولا
لا يشعر بعطش، ففرحته يوم إطفاله إنما هو بهذا المعنى، بمعنى أن الفرض قد انقضى وقد أداه كما يريد. وإذا ومد العيد عيد على من قبل منه صيام، وإذا استشعر الإنسان الرضا عن نفسه وأنه يشعر بأن أعماله مقبولة بحسن ظنه في ربه، وهو المفروض على المسلم، المفروض على المسلم أن يكون حسن الظن بربه لا يسيء الظن. الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده، إن أحسنت الظن فيه عاملك بحسن ظنك، وإن أسأت الظن فيه عاملك بسوء ظنك، فأحسن ظنك بربك. نحن مأمورون أن نقف في منطقة وسط بين الخوف والرجاء، نخاف ونرجو، نخاف عذابه ونرجو كرمه، ولكن ينبغي أن تكون كفة الرجاء أرجح من كفة الخوف. فبناء على حسن الظن به لأنه الكريم الذي لا يعامل عبده حق بحق، لا، إذا يعامل بها المعاملة لا يصح ليعمل ولا يمكن أن يرجع. وإذا ورد في الحديث سبحان من لا أخشى إلا عبده، ما أخاف يظلمني، لكن أخاف يعاملني معه. فإذا إياك أن توكل مؤمنا إلى عبدك تقسو عليه، إذا قلت لإنسان مؤمن الله يغفر عنه معناه خصمت ظهره بسيف فتاه. من كنوا إلى كرم الله، كما تحب أن يعاملك الله بلطفه، فلو أخذك أنت أيضا الذي تدعوه أن يعامل ذلك المؤمن بعدله، لو أخذك بعدله ما نجوت يخصم ظهره. ولذا ورد في الدعاء اللهم عاملنا بعفوك ولطفك ولا تعاملنا بعدل. وورد ايضا سبحان من لا اخشى الا عبده، العبد سيف الدار. وحيث ان كل عباده المؤمنين يرجون كرمه وعفوه بحسن الظن فيه والامل في كرمه وجوده، المؤمن يوم إفطاره أي يوم العيد تنزاه فرحة حسن الظن بالله وأنه قد قبل عبدا. ينادي منادي من قبل الله ليلة العيد أيها المؤمنون أو أيها الناس، الليل ليلة العيد وقوة للصلاة، قوة شديدة، قوة جاءت أنها شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مسيرة ألف عام بالقعة ضد الشمس، مسيرة ألف عام. تصور كيف تصور مسيرة فرس، مسيرة القاهرة،
سير الصاعون كده. فطوبى للصائمين أي الجنة للصائمين. وينادي الله الصائمين إذا صلوا صلاة العيد بعد فراغهم منها امضوا إلى جوائزكم. ثم يقول الإمام والله ما كانت جائزة الذهب والفضة وإنما هي جائزة العرض. إذا أصبح يوم العيد عاملا بنهج سنة رسول الله صلى الله عليه وآله معتبرا في ذلك اليوم شاعرا بأن هذا اليوم هو أخطر يوم يمر به وأنه في هذا اليوم مفترق طرق إما أن يكون مقبول الصيام أو مردود الصيام عنه ويحاول يتملق لربه بحسن الأعمال دعاء وارتهام وصدقه وزياره المؤمنين واطعام المؤمنين واحسان للارحام وصله الارحام واجعله يوم العيد يوم ومن اهم ما يجب عليه في ذلك اليوم هو اخراج زكاته قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ومعناه الذي لا يتزكى لم يكن مفلحا. أن زكاة الفطر مرتبطة بالصوم فإن أدى زكاة فطرته قبل صيامه وإلا رد عليه صيامه. كما أن زكاة المال مقترنة بالصلاة زكاة الفطرة مقترنة بالصوم. فمن يأكل أن تجب عليه زكاة الفطرة هو البالغ العام الرشيد من ناحية عقلية والبالغ من الناحية البدنية. فإذا كان بالغا فبالغ الرجال قد احتلم أو لبث الشعر الخشن على عانته أو بلغ 15 سنة كان بالغا وعى لأن مناخه تكريم على العقل. فإذا كان بالغا عاقلا يأتي الشرط الثالث غنيا. ومن هو الغني؟ اختصارا هو الذي يملك طول سنة يمر راحة من يملك طول سنة كاملة إلى العيال على أن يكون مقتصدا في النفقة. الشيخ عبد الحسن سيده الله قال على حب الطحين بحب الغريب ولا ماتوا يعني فرق بين حب الطحين وحب الغريب. انما حب الغريب حيث مخدوم مدلول يبلغ 42% وغالبا يصير ربع كم 3%. تصير الفطرة 44 الأول شوف كم زمن كيف وقفنا على حد الغريب كيف مدهون لأنك إذا أعطيت الفقير من غير ذلك معناه من كم زمن الفلوس مثل الحريص مثل الحريص معناه تحتكي مثل نحن في مثل شيخنا الحسن حسب على حب الطحين حب عالم. فإذا بلغت الفطرة عنده 4.5 4
الرجال من الحق 36 المشهور والمعنى ما أكثره هو أن الصاع بعدين إذا ربعت
يخشي الوصول كما يقول واسطنا أن الصاعد ليس أبعاد. مشهور من جملة الشيخ عبد الله والشيخ حسين هو أن الصاع فقل قيمة 2000 من طعام تعطيها فقير عن كل طالب حياته قيمة 2000 كبيرة. فلو ولد مولود قبل ظهور الهلال قبل يظهر الهلال ولد مولود لزمته الله يرضى عنه، اما لو ولد بعد ظهور الهلال فلا يستحق طبعا لا. ام عيد
طبعا وهم امام كل مسلم في عمل الخيرات في يوم العيد ويدخل كل ايمان قلوبهم، لكن من ناحيه مظهريه واجتماعيه لا ما في قسم خروج. صعد الحسن بابي وامي المنظر يوم العيد وبيده منديل يكفر أتى الرسول من الجماعة في المسجد فضل أبا محمد. خرج من المنزل وإخوته من ويدخل كل إيمان قلوبهم، لكن من ناحية مظهرية واجتماعية لا ما في قسم خروج. صعد الحسن بأبي وأمي المنظر يوم العيد وبيده منديل يكفر أتى الرسول من الجماعة في المسجد فضل أبا محمد. خرج من المنزل وإخوته من خلفه وهم يمتحكون ويبكون. لحتى دخل الجامع وهنا الناس تحرج موقفهم شكر للحسن. بارك عليك العيد ويقولون عظم الله اجرك في ابيك. ضج من في المسجد عظم الله لك الاجر في امير المؤمنين. ان راوا حزينا كئيبا اجى بابي وامي وصلى صلاه العيد واجى للمنبر يريد يخطب مكان ابوه علي شخصية علي ذكر ديك الشخصية العظيمة. وقف الحسن عند المنبر ولزم المنبر وزارب عينا للجامع. عنكم ساعتكم Thank you.
الملائكة الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك سيدي يا غريب الغرباء يا بعيد المدى يا سلطان يا أبا الحسن يا علي بن مسلطة. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك سيدي يا صاحب الزمان شريك القرآن إمامي وإمام الإنس والجان. عجل الله لك الفرج سهل الله لك المخرج والصلاة والسلام.